معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، سعادة الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد القرف المصري، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في المؤتمر 16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب ليعقد بالتزامن مع إطلاق الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر الشقيقة. هذا المؤتمر الذي يستهدف استثمار الإمكانيات الهائلة لهذا البلد العزيز، وأحيي شركاءنا في التنظيم وخاصة الأمانة العامة جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية للضمان الاستثمار والتأمين الصادرات والاتحاد العام لغرف بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد أيضا والأعمال، كما أحيي كافة المشاركين والشخصيات الرفيعة التي تشاركنا في هذا العام في هذا العمل هذا المؤتمر. أيها السادة والسيدات، يأتي اجتماع اليوم ليؤكد الاهتمام الكبير للمستثمرين العرب بالاستثمار في الاقتصاد العصري ورغبتهم بتوسيع معرفتهم بالإمكانات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد، وخصوصا في ضوء تسهيلات العديدة للاستثمار. ولا شك أن الحضور القوي للقطاع الخاص والشركات العربية يمثل برهانا أكيدا على العزم لتحقيق نتائج استثمارية بارزة في إطار هذا المؤتمر، وأملي كبير أن يحقق لقاؤنا هذا النتائج التي نطمح جميعا لتحقيقها، وتمنياتي الحارة لمصر رئيسا وحكومة وشعبا بالعز والرخاء والتقدم والازدهار. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.